اليوم استناهم من الصباح أنا والدة نوف القحطاني، هي الخامسة من أخوانها. عندي ولدين وثلاثة بنات، أخواتها مها وريم وهي نوف، وأخوانها طلال في ينبع شغله، وعبد الله في القاعدة الجوية. وكلها الحمد لله أسرة متحابين، ونحمد الله ونشكره. يعني هي من المجتمع، ما في فرق بينها وبين بنات أختها، عاشت مع بنات أختها من صغرها نوف، وتروح وتجي. وعلى ذلك نحمد الله، يوم دخلت في مركز العون نحمد الله ونشكره. يعني اندمجت أكثر وأكثر، تروح وتجي وتدخل وتطلع وتأكل وتشرب وتروح وتغسل نفسها وتعمل نفسها وكل إجراءاتها بنفسها، يعني ما تعتمد إلا على نفسها بكل شيء، وماشي يعني عادي طبيعي. وهم حطوا لهم ديرة أجدادي الله يجزاهم خير، الأخت مها الجفالي، يعني شيء هذا يشكرون عليه الحقيقة، ولهم الثواب والأجر فيما عملوا مع هؤلاء البنات والعيال. كلهم وجدوا أنهم من نفس المجتمع، يعني ما في فرق، ما يشوفون بينهم فرق على الناس الثانيين. نحمد الله ونشكر. يفخر مركز العون بالترحيب بكم وبخريجيه في نادي ديرة أجدادي في شهر يناير من عام 2007 ميلادية، واستجابة لرغبة أولياء أمور خريجي مركز العون، قامت السيدة سعاد الحسين الجفالي والسيدة مها أحمد الجفالي بتأسيس نادي ديرة أجدادي، والذي هو أول منشأة تقدم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية للبالغين من الجنسين من ذوي الإعاقة العقلية. تقدم ديرة أجدادي مجموعة من النشاطات المتنوعة مثل الفنون والأعمال اليدوية والنشاطات الاجتماعية، وعدداً من النشاطات الفردية الأخرى والرياضات الجماعية للبالغين من الجنسين من ذوي الإعاقة العقلية، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل الطبخ وأعمال التدبير المنزلي، كما يتم تطوير والمحافظة على مهارات الخريجين والخريجات لزيادة اعتمادهم على أنفسهم. في الأساس تمول ديرة أجدادي من قبل مؤسسة الشيخ أحمد الجفالي رحمه الله، بالإضافة إلى تبرعات أخرى ترد من جهات مساهمة محلية وإقليمية ودولية. تدار ديرة أجدادي بصورة كاملة بواسطة عدد من المتطوعين والمتطوعات من أولياء الأمور ومن اختصاصيي مركز العون، وكذلك بواسطة عدد من الخيرين في المجتمع السعودي والأجنبي. الهدف من ديرة أجدادي هو تقديم بيئة آمنة للمعاقين من ذوي الإعاقة العقلية من الجنسين للاجتماع والالتقاء والمشاركة في النشاطات وتبادل المعرفة، وذلك تحت إشراف عدد من الاختصاصيين المدربين. منذ تأسيس ديرة أجدادي عام 2007 ميلادية تضاعف عدد المنضمين لها، وما تزال الأعداد في تزايد مستمر بصفة دائمة. تفتح ديرة أجدادي أبوابها 6 أيام في الأسبوع، حيث تقدم خدماتها للشباب وللفتيات بالتبادل في أوقات مختلفة. وبعون الله سبحانه وتعالى ومساندة أولياء الأمور والمتطوعين والمتطوعات والمختصين والمختصات، أصبحت ديرة أجدادي مشروعاً ناجحاً في المجتمع، يجلب أملاً جديداً ورؤية مستقبلية للبالغين من ذوي الإعاقة العقلية، أملاً يجب أن نكون جميعاً جزءاً منه، حيث تمتد الإنسانية والرحمة.